فقرات النهارده يا لمياء يا حبيبتي كانت تجنن، حاجه رائعه. عجبتك؟ قوي قوي بجد يعني. مع انك شفتها يجي 50 مره، ايه اللي حصل؟ ايه الجديد يعني يا فاكين؟ ده انا حفظتها يا لمياء، ما انت عارفاني الحاجه اللي اشوفها مره واحده بس تنطبع على طول في دماغي. بس انا النهارده حاسس ان اول مره اشوفها. يا سلام. يمكن يا لمياء علشان يعني انا النهارده حاسس اني بحبك قوي بجد. طب يلا قولي بقى، ايه رايك في الفقره بتاعتي بتاعت النهارده؟ الفقره بتاعتي؟ اي بصراحه اي كانت وحشه، ما عجبتنيش خالص يا لمياء، علشان انت يا لمياء بتعمليها كده يعني تقضيه واجب، انما لو عملتها بحب صدقيني صدقي فطين هتبقى فقره ليها طعم حلو قوي. يعني انا طعمي ناسخ ورخم صح؟ لا ده الفقره. طب بص بقى، ايه رايك انك هتكمل لوحدك؟ لا لا لمياء، وشوف مين ده هيعديك من الكلب. لا لا كله اللي امسك لمياء لمياء اكسرها لك زي كل مره. لمياء طب عديني الكلب. طيب طب عديني الكلب وامشي. طب عديني لمياء. امشي بلا ماء بلا نيله. لمياء طب عديني طب وامشي. لا لمياء يا رب يكون الكلب نايم. مش عارف الكلب ده مش عايز يصاحبني ليه مع اني اموت وصاحبه. الحمد لله نايم. مع السلامة يا لمياء. الكلب بقوا كلبين. عايز ايه يا كيميا انت وبرشامة السعادي؟ مساء الخير يا استاذ فطين. مساء النور يا اخويا، عايزين ايه دلوقتي؟ والله مش احنا اللي عايزين، المعلم شيكو مدريد هو اللي عايز. طب حضرتك بقى ممكن تقول له انت وصاحبك ان انا ان شاء الله هعدي بقى عليه بكره، عشان دلوقتي الله والمدرسه بقى. السلام عليكم. انت رايح فين؟ تعالى هنا. هتيجي معانا بالذوق ولا زي كل مره؟ طب خد دي بقى، مش هتحرك يعني مش هتحرك. الف شكر يا رجاله، الف شكر، ربنا يبارك لكم يا رب يا رب. ايه ده مجنونه مجنونه انت مجنونه. فكوه فكني فكني. شكر قوي شكر قوي شكر قوي شكر قوي شكر قوي. لو سمحت يا استاذ شيكو مدريد، انت انا كان ليا ملحوظه عند حضرتك. خلص. هو بيتكلم حضرتك يعني؟ ما انا مش كل مره اجي بالشكل ده، عيب عيب عليك، ده انا مدرس دراسات محترم وقلت لك قبل كده ومش هقولها لك تاني. من السهل ان يحترمك الناس ولكن من الصعب ان تحترم نفسك. قصدك ايه؟ انت هنا؟ قصدي يا شيكو يا مدريد انا ماليش دعوه باللي بينك وما بين ميش واخويا، واللي ما بينك وما بين سيد بابا عايز مني ايه؟ ما تخافش ما تخافش. مش خايف، انا كده كده كنت عايز ارجع ورا اصلا. بص يا فطين. استاذ فطين من فضلك انا عاوزك توصل لي رساله. قلت لك قبل كده يا شيكو يا مدريد ومش هقولها لك تاني، انا مش حمام زاجل علشان اوصل رسائل، شوف لك حمامه غيري. هتوصل الرساله ولا زي كل مره؟ استغفر الله العظيم يا رب. مش هوصل حاجه يعني مش هوصل حاجه. وبعدها لك ستيشن بتسحب الاكسجين من الاوضه، ما تخلص قبل كده ما يخلص. وبعدين البوليس طب وفلقنا. يعني ايه طارت العمليه بتاع الشهر ده؟ طب وميشو يا معلم؟ بتاعت خيخة. ميشو ده ما يتقلقش عليه، ده واد جن، وتلاقيه بس عدى جيب لنا شوية حاجات لزوم السهرة. يمكن يكون هو يا معلم ميشو، اروح افتح له؟ ميشو مين يا اهبل؟ ده اخويا انس، انا عارف خبطته. افتح له افتح له. سيد قلتها لك 100 مرة وهقولها تاني، الولد لو جرى له حاجة أنا مش حاسس. ما يصحش الكلام ده يا استاذ انس. اهدى يا انس، اهدى بزعابيبك الفاضيه دي، وبلاش يا اخويا البوزن 4 في 6 اللي انت ضاربهولي ده. حمك كلامك الاول وازم البرواز. ابنك لسه ما جاش لغايه دلوقتي وانت ولا على بالك. برضه ما يصحش الكلام ده يا استاذ انس. ميشو يا ابني تمام التمام وزمانه جاي. انا ما بتكلمش، انا بتكلم عن فطين. فطين؟
ومن امتى اخويا كان فاطين ابني؟ ما انت طول عمرك واخده في حضنك، جاي تسن عليه دلوقتي؟ ما هو لو كان لقى اب يخاف عليه ويرعيه كان اترمى في حضنه. برضه ما يصحش الكلام ده يا استاذ انس. اسرق خلص عشان انا مشغول، والكليب بتاع البيت شاكيرا اللي انا مستنيه ابتدى اهو. شاكيرا؟ انا كنت عارف ان لغه الحوار لا تجدي مع امثالك. ايه ده؟ خد يا انس. انت قلت ايه يا انس؟ قلت ايه انت؟ انا ما قلتش حاجه على جرايه سعيد. انت هتضربني؟ ممكن قوي لو قعدت هنا اكتر من كده. تصبح على خير. وانت لا برضه ما ينفعش الكلام ده يا استاذ انس. نايل انت اسكت. انت فاهم حاجه؟ تعالى اقعد. انا صاحب. انا ما يصحش. عم انس، عم انس، بقول لك ايه؟ انا مش عايزك تقلق على فطين. فطين كان قال لي النهارده ان هو هيروح السيرك عشان يقابل الاستاذه لانا. ما السيرك خلص بقاله ساعه. ما انت عارف الاستاذ فطين وعوايده، تلاقيه بعد ما خلص راح قرا كتاب هنا ولا هناك. ما انت عارف ان فكره غير فكرنا خالص، فكره دايما في العلالي. ربنا يعليه كمان وكمان. انا شيكو مدريد يا انا شيكو مدريد اللي كل الحراميه تعالي اللي في البلد بيدوني التحيه ويدوسوا على الصرار ويرفعوا الشعار اول ما يسمعوا اسمي. يعني شيكو مدريد يا اول ما يقول يا شر شطر يبقى الطوفان جاي والكل يدخل الجحور ويقول يا حته داريني. يا استاذ شيكو والله العظيم ثلاثة انا حافظ كل اللي حضرتك بتقوله ولسه هتقوله ومستعد اسمعه لك كل منزل لي. هتوصل الرساله ولا مش هتوصلها؟ هو حد قال لا؟ حضرتك انا هوصلها لك يا جميل يا قمر. وانت هتلاقي حمامه سجله غيري فين بس يا شيكو يا مدريد يا قمر. نزلوه ابو سيدك بسرعه 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 بسرعه. ايه هي الرساله؟ عارف تقول لهم ايه؟ ابعدوا عن شيكو مدريد. ها المره اللي فاتت ببلغ البوليس، المره اللي جايه شيكو مدريد هيبلغ عزرائيل. شيكو، بالنسبه للكتاب اللي انا كنت مديهولك قريته ولا لسه؟ علم النفس والجريمه. عشان انا اتوب عن الجريمه. ها وابوك واخوك يبقوا ملوك الجريمه. من لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجهل طول حياته. غوروه من وش. ما تقولش وشي. بابا انا فكرت وقررت، لقيت يعني ان انا وفاطين ما ينفعش نكمل مع بعض تاني. انا برضو بقول كده. انا بفكر يعني ان انا بكره الصبح وانا في المدرسه ارمي له الدبله في وشه واقول انا مش عايزاك ومش هينفع نكمل مع بعض. انا برضو بقول كده. بابا هو انا صحيح الفقره بتاعتي ملهاش طعم؟ يعني بابا حلوه جميله هايله. امال ايه بقى؟ تقلبوا لي الدنيا على ميشو، تدوروا عليه وتجيبوه من الارض، روحوا كل الاماكن اللي بتواجد فيها، عايزوا الليلادي يبات هنا في الحجز. تمام يا باشا. اتفضلوا. ها يا فؤاد، عملت ايه ببلاغ الفيلا؟ هرب يا عمر، هرب، بس مش هسيبه. طب وانت عرفت مين اللي كان بيسرق؟ هو في غيره. ميشو. انت شفته؟ ما شفتوش. كان حاطط ماسك مخبي وشه. بس انا متأكد انه هو. انت يا فؤاد ليه حاطط الواد ده في دماغك؟ مش يمكن حد تاني؟ بقول لك هو يا عمر. طريقته في السرقة وفي الهروب. انا حافظه. انا أول مرة ألاقيك مركز مع مجرم قوي كده. مع ان قانونا مش مجرم لان حتى ما عندوش ولا سابقه واحده. بس على ايدي هتكتب له اول سابقه. عمري ما هنسى انه كان السبب في تاخير ترقياتي وتحويلي للتحقيق. ايه
ننزل شوف فيه ايه. ازاي متاكد انه ميشو؟ مع انك بتقول انه كان لابس كاب ورافع يد الشكل. عمري هنسى شكله يا عمر. السيجاره اللي في بقه اللي على طول مش مولعه. بعديها طلبت نقلي هنا لما عرفت انه تابع دايره الاسم ده. اسيبك انا بقى لحسن شكل ليلتك كده مطوله. سلام. لا 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 ده زمان الظابط فؤاد هيتجنن من اللي مش عمله فيه. ده اللي مفرحكم قوي؟ مش هممكم ان كنت ممكن اتمسك في العمليه؟ فشل. اوعى تقول كده، عيب عليك. ده انت ابني ياض، مش ميشو اللي يقع ويتمسك. ده انا مربيك على الغالي. وبرافو عليك يا ده ميشو، الكريزي اللي انت جايبه ده مزاج المزاج. بقولك يا سيد، انا ليه استكين يعني 2000 جنيه حق العمليه. ليه كده يا ميشو؟ ليه هتحرق دمي؟ الله، انت هتلوم مع ابوك ولا ايه؟ وبعدين العمليه دي اتشمت، انتوا جايين الابيض يا ورد. سيد حاوي، ده انا ميشو، يعني تديني ماني تلاقيني فاضي. ولو مفيش ماني يا ميشو؟ مفيش ماني مفيش فاني. ايه ده؟ انت جننت يا ميشو؟ حاسس كتير على رقبة ابوك، قصت موتت يا ميشو. عندك حق، عيب برضه. ابو سيدك يا معلم، اديله، انت عارف ميشو. خلاص خلاص يا عم الموني، انا كنت بهزر معاك. اتفضل بس عشان تبقى فوني. كده تمام. والكريز بقى الفاخر ابو السيد واجب من ابنك ميشو. الف شكر يا رجاله، الف شكر على التوصيله، مع الف سلامه. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ميشو. مساء الخير يا رجاله بابا، تصبحوا على خير. خد يالا هنا، انت قاعد داخل على اوضتك ولا خارج من الحمام؟ مين عمل فيك كده؟ يا بابا اولا انا مش ياض ولا ثانيا بقى انا اسمي فطين، وبعدين بقى كل اللي معمول فيا دون بقى بسببك انت يا بابا. شوف الواد قليل الادب بيبوق في ابوه ازاي؟ ده ناقص يهددني بالسكينه. مش هتوصل لحد كده يا سيد وانا موجود، استنى انت بس. مين اللي عمل فيك كده؟ شيكو مدريد في الهنجر بتاعه. انت ايه اللي وداك هناك؟ رحت له زي كل مره بالغصب يعني. وعمل كده ليه شيكو الكلب ده؟ علشان يوصل لكم رساله. وايه الرساله يا عار عيله سيد الحاوي؟ الله يسامحك يا بابا، شيكو مدريد هو اللي بلغ عن عمليه النهارده، وبيقول لكم ابعدوا عني احسن لكم. يعني شيكو هو اللي بلغ عن العمليه؟ ماشي يا شيكو، ليك هو. وانت قلت له ايه لما عرفت يا سيد الرجاله؟ قلت له حاضر بس بصوت عالي جدا. لا ولا راجل، راجل سبع رجاله في بعض. بعد اذنكم تصبحوا على خير. ايه الغلب ده يا ربي؟ يا ميشو يا معلم سيد، يا ميشو يا معلم سيد. ايه اللي حصل يا سوسته؟ المخبرين مرشحين في كل حته وعمالين يدوروا على ميشو. الظابط فؤاد شكله موصيهم. يا نهار اسود، بيقول لك مخبرين، هتعمل ايه يا ميشو؟ يبقى كده ملهاش غير حل واحد عشان نخلص.
مساء الفل يا باشا. ميشو تحت امرك. فاكرني مش هعرف اجيبك يلا؟ انا جاي وبنفسي يا باشا لحد عندك لما عرفت انك بتسال عليا. خير يا باشا؟ وحشتك مش كده؟ اللي وداك النهارده فيلا الزهول؟ كنت ناوي تشطها ها؟ فيلا يا باشا؟ انا مش فاهم سعادتك. الفيلا اللي كنت فيها النهارده من ساعتين ولما حسيت بالبوليس جاي هربت. بأمرت ما كنت مخبي وشك. باشا انا مش فاهم سعادتك بتتكلم عن ايه بالظبط. انا لما مؤاخذه كنت في السيما ولو محتاج احكي لك الفيلم انا ما عنديش مانع، بس محتاجين كوبايتين شاي. عطشنا. غريبة قوي الجزمة اللي انت لابسها دي، نفس الجزمة اللي كان لابسها الحرامي. سبحان الله. والله يا باشا يخلق من الجزم 40 41 كمان. انت هتستهبل يا روح امك؟ ومال همي بس يا باشا. ايه زعلتك دي قوي يا ابن يا ابن الايه؟ تمام يا باشا، دورنا على ميشو في كل حته مش موجود. ما انا موجود يا عم ابراهيم. تاخد الواد ترميه في الحجز ويتعمل له محضر محاوله سرقه الفيلا وفيشو تشبيه جديد. انا مش عارف بس انت ليه مركز قوي كده معايا. لو قعدت تفتكر انك هتفلت من تحت ايدي انا وراك لحد ما تيجي هنا بنفسك وتعمل كرات دحروب. تصبح على خير يا باشا. يلا يا عم ابراهيم. انا اقول لي يا عم ابراهيم، الواد علي ابنك عمل ايه في الامتحانات؟ والله مزهقني، ما نافع لا في امتحانات ولا في مدرسه ولا في حاجه. لما تتاخر بعد كده بقى يا فاطين تبقى ايه، تطلبني على المحمول تطمني. هات المحمول اللي انا جبتهولك. والله بصراحه يا عمي يعني انا بسيبه في اوضتي لان ما بحبش المحمول ده خالص، بس علشان خاطر حضرتك انا هباخده معايا بعد كده. قول لي بقى عملت ايه النهارده؟ انا يا عمي رحت المدرسه النهارده في ميعادي المعتاد زي كل مره، ودخلت على طابور المدرسه ثم القيت كلمه الصباح في الاذاعه المدرسيه، وبعدين دخلت على جدول حصصي والحمد لله خلصت كله، وبعدين دخلت على جدول حصص زملائي اللي ما جوش والحمد لله خلصت كله، وبعد المدرسه اخدت لمياء خطيبتي علشان اوصلها، واحنا في الطريق قعدنا نتكلم وحكيت لها عن قصة الحب الخالد اللي كان ما بين إيزيس وأوزوريس، وفي وسط الحكاية سابتني ومشيت زي كل مرة، وبعدين جم رجالة شيكو مدريد وأنا رحت معاهم يا عمي زي كل مرة. معلش معلش يا فاطين، بكرة لم يتفهم هي وغيرها إنك مختلف عن الآخرين زي عمك. ها المكتبة كان ليها نصيب معاك النهاردة؟ طبعا يا عم أنس، طبعا أنا رحت المكتبة النهاردة والحمد لله قريت نص كتاب الهندسة المعمارية عند الفرعنة، ووصيت كمان موظف المكتبة إنه إن شاء الله بكرة يجيب لي العمارة الإسلامية. كده يبقى فاضل لك 9 كتب وتبقى قريت 1000 كتاب يا فطين. أنا فخور بيك يا فطين، أنت رمز للإرادة والصمود وإن شاء الله هتحقق رسالتك. ازاي بس يا عمي وانا كل ما احاول ابدا في تحقيق رسالتي دي مع ميشو احس اني فاشل. نفس اللي حصل لي مع ابوك، حاولت معاه لكن فشلت في اصلاحه وتغييره لحد ما حولني اليائس. لكن انت لا لا، انا لا اسمح انك تفشل يا فاطين. انا برضو خايف يا عمي. لماذا الخوف والشمس تغرب من ناحيه وتشرق من ناحية أخرى؟ رجعت لي القوة يا عم أنس، رجعتها لي. وميشو أخويا هيتغير، يعني هيتغير. ميشو زي